إذن بسم الله عليه نتوكل وبه نستعين ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح في سائر الأمور. أنطلق في هذه اللحظات مع شوطنا السادس لفئة القعادين مباشرة إلى أول المنطلقين. هناك هذا هياض لجابر بن علي بن كخان في المقدمة وفي الصدارة، يليه مباشرة في ثاني المراكز مبدع لجابر بن متعب المنخس مع مبدع في ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز أرى الوصول هناك من جانب الذيب لهادي بن محمد الدهن مع الذيب، ومن الجانب الأيمن أيضا الوصول من جانب المتحد لظافر بن عبد الله بن قيعان الهادري. يا مرحبا يا بن قيعان في ثالث المراكز وفي رابع المراكز هناك عفوا او خامس المراكز ارى الوصول والاندفاع من جانب شاهين لجار الله بن جابر المري، ولكن اعود والعود احمد مع صدارتنا، اعود مع المقدمه، اعود مع اللي راح قام راس ويبي ينهي راس هذا اللي في المقدمه هياض لجابر بن علي بن كخان، ولكن حذاري من اللي في ثاني المراكز المتحد لظافر بن عبد الله بن قيعان الهاجري، راعي شديد، راعي عهد، راعي عوايد، راعي النواميس في ثاني المراكز. أما ثالث المراكز هناك هذا الذيب لهادي بن محمد الدهن، ولكن خلوني في المقدمة، خلوني مع المعركة الطاحنة اللي دور رحاها ما بين اللي في المقدمة هناك هياض وما بين المتحد. المتحد ولا هياض؟ هياض ولا المتحد؟ يا حالات الشوط يوم تشب ضوه يبهر الجمهور ويزيد انفعاله، وزاد انفعال المتحد لظافر بن عبد الله بن قيعان الهادري، زاد الانفعال راح، وحذرتكم منه وقد أعذر من أنذر، قلت لكم حذاري، حذاري من المتحد، حذاري من شعار ظافر بن عبد الله بن قيعان الهادري على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء الأكثر من رائع. ثاني المراكز هياض لجابر بن علي بن كخان، وفي ثالث المراكز اللي ما قصر الذيب لهادي بن محمد الدهن. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 11 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المتحد ظافر بن عبد الله بن قيعان الهاجري، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.